اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. وهنا كنشوفوا بعض العائلات كما كتسمعوا معنا في بدايه هذا البث المباشر، كنسمعوا الاصداء ديال الفرحه ديال احد العائلات اللي محتفلين بالاعراس. وهذا من بعد الخبر الصار اللي زفاته الحكومه يوم امس، واللي هو تخفيف القيود ديال الاجراءات الاحترازيه لكورونا، واللي وصلت الان يعني حتى ل 11 ديال الليل وما سيرافقها من اجراءات. بالنسبه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، سنوافيكم في هذه النشرة الوبائية بكل ما يخص جهة فاس مكناس فيما يخص الحالة الوبائية لهذه الجهة، فعرفت تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. وكان توزيعها الجغرافي كالآتي: مدينة فاس 15 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة، تازة 4 حالات إصابة مؤكدة بدون وفيات، مكناس جوج ديال الحالات ديال الإصابة مؤكدة، صفروا جوج حالات ديال الإصابة مؤكدة، ثم الحاجب حالتي إصابة بكورونا دون تسجيل حالة وفيات، ثم تونات بحالة إصابة واحدة مؤكدة بكورونا دون تسجيل أي حالة وفاة. على المستوى الوطني مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، عرفت بلادنا تسجيل 936 حالة إصابة مؤكدة وتسجيل كذلك 23 حالة وفاة، مع تسجيل 1447 متعافي ومتعافية، وبهذا يصل عدد الحالات النشطة إلى 12110 بإضافة 936 حالة جديدة اللي تسجلت في هذه 24 ساعة الماضية. بالنسبة للتحاليل المنجزة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، دائما في هذه الساعات الأخيرة 16192 تحليل منجز للحالات الخطيرة أو الحرجة، 835 حالة هو العدد الإجمالي بإضافة 54 حالة جديدة في هذه 24 ساعة الأخيرة. المؤشرات لا زال مؤشر الفتك، نسبة الفتك ما زال يعني ثابت في 1.5%، فيما نسبة التعافي وصلت إلى 97.2%. على مستوى آخر فالحملة الوطنية لا زالت مستمرة وتحقق نتائج إيجابية وإقبال كبير للمواطنين والمواطنات على هذه الحملة الوطنية، التي وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى إلى 22,719,086 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الأولى، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 19,197,916 مستفيد ومستفيدة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في. هذه هي الأجواء من العاصمة الإسماعيلية في أثناء هذه كما كتابعوا معنا من شارع الجيش الملكي. كنبثوا لكم هذه الحاصلة الوبائية الخاصة بجهة فاس مكناس، واللي كتعتبر مكناس واحدة من أو قطب من قطبي هذه المدينة، هذه الجهة جهة فاس مكناس. على المستوى الجهات مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، فعرفت الدار البيضاء سطات تسجيل 382 حالة إصابة مؤكدة وثلاث وفيات. جهة الرباط سلا قنيطرة عرفت تسجيل 235 حالة إصابة مؤكدة وثماني وفيات. جهة طنجة تطوان الحسيمة 91 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. جهة الشرق 75 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. ثم جهة أسفي مراكش أسفي 38 حالة إصابة مؤكدة وخمس حالات وفاة. جهة بني ملال خنيفرات 34 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. ثم جهة فاس مكناس واللي كنتواجدوا بها الآن، هي تسجلت بها 26 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. جهة العيون الساقية الحمراء 20 حالة إصابة وجوج وفيات. جهة سوس ماسة 14 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. ثم جهة الداخلة وادي الذهب 12 حالة إصابة مؤكدة،
فيما سجلت بجهة قلمي مواد نون 5 حالات إصابة مؤكدة، وجهة درعا تفيلالت 4 حالات إصابة مؤكدة دون تسجيل أي حالة وفاة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، كانت هذه الحصيلة الوبائية الخاصة بالجهة، وكذلك مرورا بباقي الجهات على المستوى الجهات يعني شحال تسجلات بها. مشاهدينا يعني باش نعطيكم بلغة أرقام ونعطيو الوضعية الصحية اللي كتعيشها بلادنا ولمعرفة أكثر، فهذا يعني حسب ما ورد عن النشرة الوبائية المقدمة من وزارة الصحة. دائما وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية من وضع كمامة وكذلك التعقيم والتباعد، وهذا الشيء يعني هاد الأرقام وهاد هاد هاد الانضباط ديال المغاربة طيلة هاد المدة اللي فاتت راه هو اللي شفنا به هاد الانفراج اللي انطلق اليوم، يعني من خلال أنه مجموعة ديال الأنشطة الآن يعني انطلقت، فمزيد من 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 يعني من التجند ضد هذا الوباء الفتاك. نكملوا الحملة ديالنا ونكملوا الحرب ديالنا ومقاومتنا لهذا الفيروس الفتاك باش نقضيو عليه بمرة وترجع الحياة ديالنا بدون ما تبقى لا 11 لا 12 لا 1 لا 2، نرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله في القادم من الأيام. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، كان معكم مراسل قناة شوف تيفي من مكناس منير معطاوي، إلى اللقاء. شكرا.